قولي كده بس اخدها واحده واحده. تعالى يا عم. ايه يا عم ما عادي حاططها لي تحت كسرت ظهري. لا لا خلاص خلاص. اسمه محمد النوراشي. انا شايف محمد النوراشي كسر ظهري. عرفني يا عم على كل لوحه كده وقول لي اي حاجه. لا محمد ايه يا عم؟ انا محمد جمال مش محمد النوراشي. يعني احنا عنا فيك فخد الكاميرا الخفية. انا بيستغلوا جهلي بالفخد. انا سعيد ان انا شفتك يعني سعيد ان انا اصور معاك في ليلة يوم 8 يوليو. الليلة دي ليلة عيد لانها بجد اكيد على مطالب الثورة. ثورة 25 يناير اللي ضحى راح ضحيتها. مش هنقول 850 شهيد بس لكن في الاف المصابين والاف الناس اللي اتبهدلت في اليوم ده والناس اللي فقدت شغلها وفقدت وظيفتها وفقدت عيالها. ان شاء الله بكره يوم حاسم في تاريخ مصر اللي هنقدر ناكد فيه على مطالبنا للثوره. احنا مش مشينا علشان حسني مبارك بس يمشي او يقع ولكن احنا وقفنا يوم 25 يناير عشان نعمل نهضه لمصر كانت من ضمن مطالبنا. اسقاط النظام ولكن مطالبنا الاساسيه ثلاثه: حريه، كرامه، عداله اجتماعيه. ودول اللي لازم بكره ان شاء الله نتكلم عليهم. مفيش فرق ما بيننا، احنا كلنا مصري، اخوان، سلف، مسلم، مسيحي، صوفي، اي حد، كلنا مصريين هنا ونازلين. كلمه اخيره بقول لكم: انا مصري والشرف دلوقتي مصري والكلام عربي ومصري والشباب ده اصله مصري واللي ماده زي مصري واللي داء المر مصري واللي غلب الذل مصري واللي يرفض يبقى مصري مش بكيفه برضه مصري. مصري 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 كل حاجه وكل حته في مصر. شكرا. السلام عليكم.